الولية كريمة دي لازم تتعلق من ايديها ورجليها وفين يوجعها. دي كانت هتموتني عبد الحكيم. ما هي لو كانت لقيت راجل يلمها ما كانتش عملت كده. جبرية. ايون جبرية. سيبينا واحدنا. ها؟ يعني كلمة انا اللي وقفت في الزور. قلت لك سيبينا واحدنا، عايز اتكلم مع اختي. وانا الغريبة صح داخلة من البصلة وقشرتها. حاضر غلطانة انا غلطانة. نقعد يا فوزية. اللي ودك عند كريمة؟ البت زينب هي اللي ولعت في جهازي وعفشي، ومش كده وبس، البت دي اللي غلي مالها يا عبد الحكيم، دي كانت عايزة تموتني هي واللي ينقطع فورتها نادية. ترد ما كانش لازم تروحي، كنت تقولي لي وانا كنت هتصرف. يا عبد الحكيم الولية كريمة ما هيش سهلة، دي بتخطط لحاجة، وما كنتش تلمها من دلوقت مش هتعرف تلمها تاني. هتعمل ايه؟ في ايه؟ بح في جهازي. انزلي نقي اللي انت عايزاه وانا هجيب لك كد اللي راح 20 مره. قول المحروس قد الكتاب بكره. صح يا عبد الحكيم؟ صح. حسن. حسن كنت فين؟ ما كنتش. اللي عمل فيك كده؟ اللي عمل فيا كده طريقتك ومعاملتك للناس. يعني ايه؟ يعني اللي يسوى اللي ما يسواش بقى راسه براسنا. كامل المجنون اللي دماغه رايحه منه كان عايز يموتني. يا مري كده؟ منه لنفسه؟ اسأل الناس لو مش مصدقني. استنى مش بتكلم معاك. نعم. تغير هدومك، استناني في المكتب لحد ما ارجع لك. مروان فين امال؟ سمعتني قلت لك ايه؟ انا ممكن اعرف حاجه؟ قول. انا ليه كل ما بتتكلم معايا بتزعج؟ ليه بتبقى عصبي وكانك بتتخانق ويايا، مع انك لما بتتكلم مع مروان بتاخده على الهادي وبتحايله كأن هو الحال اللي قريب من قلبك. لا ما تقولش كده، انت مروان عند ابوك في ميزان واحد. لا يا اما مش في ميزان واحد، لو كنا في ميزان واحد كان عملني زي ما بيعامله. ولدك اتجنن يا جبرية، فاكرني بفضل مروان عليه. لا يا اخويا ده من كتر حبه ليك يعني نفسه يبقى قريب منك، تتكلم معاه اكتر، يحس كده ان هو عينك ودراعك. شمس فين؟ موجود اخويا. زينه. زينه والمحروس جوزها قاعد على القهوه كالعاده. حدش بيعمل حاجه عليها العين في البيت ده غير مروان. زينب اعملي حسابك هتتجوزي العمدة. ايه اللي انت سمعتيه؟ انت عارفه يا ماما الكلام ده معناه ايه؟ عارفه وفاهمه كويس قوي انا بقول ايه. طب لو انت فاهمه فهمين. اسمعي يا زينب، لو كانت البلد دي بتعمل لعمك حساب ايراد واحد فهي بتعمل للعمدة 24 ايراد، وبعدين العمدة سلطة. عندك حق. وغير كده وكده عثمان ده يعرف عن عمك كل كبيرة وصغيرة اللي مفيش مخلوق يعرفها، حتى جبرية نفسها ما تعرفش. يعني ايه؟ يعني عثمان لما يتجوزك هيبقى كل همه يجيب مراسك وأرضك من عبد الحكيم عشان يلم كل الحاجات دي ويحطها في جيبه عشان البلد كلها تبقى في حب العمدة. فهمتي؟ فهمت. يعني انت دلوقتي عايزة تحطي العمدة قدام عبد الحكيم في حلبة مصارعة واحدة، واحنا بقى نقعد نتفرج عليهم. دي شهد جت اهي. عملتي ايه يا شهد؟
قال لي ان هو هيحقق ورا الموضوع، بس طبعا قعد يلقح في الكلام ويقول لي يمكن سافرت الحجاز زي خالك عبد السلام. سيبيه يلقح، المهم ان هو عرف عشان بعد كده لما نطلب منه حاجه ينفذها لنا. تحيه يا نادي. تعالي زينب. روح لعمك. صح الكلام اللي انا سمعته ده بنت اخويا؟ اه تدد عيدك يا رب، ربنا ياخدك يا عبد الحكيم. انت ايه راجل؟ ما عندكش دم؟ جاي بيت الراجل اللي انت طخيته بالنار ودمه لسه ما نشفش. انت تخرسي خالص. خرس حياتك وتقطم وسطك. ايه؟ فاكرني ايه؟ هخاف منك وهعمل لك حساب؟ لا، انت مالكش عندي اي 30 لازمه. بتضرب بنتي قدامي وجاي وفرد قلوعك ومحمر عينيك. خلاص خفت وكشيت في جلدي، هموت الحقوني. تعالى معايا يا بنت كريمه. اوعى نزل ايدك، اوعى اوعى، مش رايحه معاك في حته. ايه بنت كريمه؟ بنت كريمه مالها؟ كريمه عامله فيكوا ايه؟ هرجع اقلبكوا كده ليه؟ وكمان بتعلي حسك عليا. اطلع بره يا عبد الحكيم، احسن قسما عظما اطلع اجيب البندقيه بتاعت اخويا واتخك عيار واخلص منك ومن قرفك. بدل ما تعجليها، بدل ما تقولي لها تحترم عمها، ها؟ بدل ما تقولي لها يعلمك الصح من الغلط. ما اتعلمناه منك خلاص يا عم، اتعلمنا اللي احنا عايزينه هو الصح، اللي يناسبنا هو الصح، وطالما اللي احنا عايزينه بقى بيصب في مصلحتنا فطز في مصلحه اي حد تاني. هو ده اللي احنا اتعلمناه منك يا عمي. هقول لك على حاجه غريبه قوي كمان، بابا الله يرحمه كان دايما بيقعد معانا ويقول علينا ان احنا جيل فاشل، جيل ما يعرفش معنى العيله، لا عمره زار عم ولا خال ولا ود حد من اهله. كان الله يرحمه بيتكلم وهو مش واخد باله ان هو نفسه عمره ما زار حد من اهله. انت بقى دلوقتي جاي تعلمنا فين الصح وفين الغلط؟ الصح ده بقى اللي انا وزينب بنعمله ولا امي اللي مش عاجباك؟ ما هي برضه بتقلدك. هي طبعا ما وصلتش للمرحله اللي انت وصلت لها. احنا بنعمل اللي اتعلمناه منك يا كبير. كرهت البنات فيا يا كريمه؟ كرهت البنات في عمهم؟ انا مش مخلفه بنات يا عبد الحكيم، انا مخلفه رجاله بشنبات. وهقول لك تاني، لو ما خرجتش دلوقتي هطخك بالنار واخلص منك بره بره. صدقني يا عبد السلام، ما كانش قصدي، انا كنت جاهلك وفديت ان انا استسمحك وارضيك، لكن انت طورت علي. انت صاحب عمري، اخويا اللي ما جابتوش امي، لكن هنعمل ايه؟ مقدر ومكتوب يا اخويا، وانت يا عبد الله اخويا أمي وأبوي. أنت عارف، أنت عارف أنا عملت كده ليه؟ عشان أحافظ على الأرض والمال والعيلة. لو سبت كل واحد يعمل اللي هو عايزه وياكل حاجة ضاعت، مش كده؟ Ha ha ha.
يعني لا جيت ولا سألت ولا قلت حتى روح أشوف مالها بعد اللي حصل. ما أنت عارفة يا فوزية، عم الحاج منبه عليا إني ما أجيش هنا طول ما هو مش موجود. برضك كان لازم نسيب اللي وراك واللي قدامك وتجي تطمن علي. هاجي أقول إيه؟ هاجي أقول لك ما تزعليش ولا هاجي أقول لك معلش؟ تقول كده؟ ما تقولش كده ليه؟ عشان المفروض إن أنا أجي أقول لك إن أنا هجيب اللي أحسن منه، إنما هعمل إيه؟ حسيت إني عاجز، إيدي مش طايلة. ما تقولش كده؟ بس هي دي الحقيقة يا فوزية. طيب مش عايز تعرف عبد الحكيم أخويا قال لي إيه؟ قال لي إن كتب الكتاب حيبقى بكرة. إيه؟ بتتكلمي بجد؟ أيوة صح. يا فرج الله، عايز أقولك على حاجة بقى، إن عبد الحكيم ده أحسن واحد في الدنيا. أقولك عبد الحكيم ده سيدي وتاج راسي، ويعني لو طلب مني أي حاجة في الدنيا حتى لو قال لي موت نفسك هعمل كده. بح خليها لبكرة. مش قادر أستنى لحد بكرة. بعد يا واد بعد، اوعى. أنا عايز أمشي من هنا. سمعتني يا حسن؟ لا لا، سمعتني وعامل نفسك مش واخد بالك. عايز أقولك على حاجة، أنا حامل. إيه؟ إيه في إيه؟ بتبصيلي كده ليه؟ هو أنا قلت حاجة غريبة لا سمح الله؟ بقولك حامل، ولي العهد هيشرف. يلا انزل قول لأبوك. أبوك أول ما يعرف أن أنت هتجيب له ولي العهد هيطير من الفرحة، وهينسى مروان ده خالص، وهيشيله من دماغه كمان. اسمع بس اللي بقولك عليه. أنت بتحبيني بجد يا ريتال؟ الظهر اللي أنت شفته في حياتك مخليك مش قادر تصدق أن ممكن يكون في حد بيحبك بجد. يعني أنا في الأول قلتلك أن إحنا الاتنين محتاجين لبعض وده الأهم، بس يعني إن جيت للحق أول ما عرفت أن أنا حامل حسيت ان انا ما اقدرش استغنى عنك يا حسن. ما حبكش ليه وانا في بطني حته منك. الاول يعني كنت مقلقه منك كده واخده جنب، بس دلوقتي لا، دلوقتي انا ماليش غيرك يا حسن. حسن وبس، انت اخويا وابويا واهلي كلهم. وابويا يا رتال جد الوادي حسن جواكي من ناحيته ولا اي حاجه. الأول بس يعني كنت شايلة منه، كان في بيني وبينه حاجز كبير قوي، بس دلوقتي هشيل منه ليه؟ عشان الأرض والفلوس؟ كل ده هيرجع لابني وابنك في الآخر. يلا يا حسن انزل طمنه وخده في حضنك وقول إن الريتال بتحبني واقفة معايا. انت ابنه الوحيد اللي هتجيب له العيل اللي هشيل اسمه طول العمر. يلا يا حسن قوم بقى. متزعلش مني يا ابوي. طب لو قلت لك على خبر يخليك تنسى الدنيا واللي فيها تعمل ايه؟ الاخبار في البيت الكبير بقت كلها زفت. الا الخبر اللي هقوله لك. خبر ايه؟ ريتا الحامل. بتقولي يا ولدي؟ بقول لك ريتال حامل. صحيح يا حسن؟ صحيح. مبروك يا ولدي، مبروك. فرحان يا حاج؟ طبعا فرحان، فرحان. على فين؟
هطمن عليها. مبروك يا بنتي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا عمي. اقعدي اقعدي. بالراحة بالراحة. الحق يلا. بنتي ايه؟ الحق يلا. عايزة ايه؟ أبوي. مال؟ في الأوضة عند حسن. ليه؟ بيعمل ايه؟ معرفش. رتال، انت بنت اخوي، اللي تطلبيه كله انا تحت امرك، ولازم تعرفي ان انت اهم واحده في الدار دي، اهم من نفسي كمان. وهتعملي حاجه بنفسك، اي حاجه عايزاها اللي في البيت يعملوها، ان شاء الله جبريه، انما انت ما تتحركيش. وفي ايه؟ رتال حامل حامل حامل. خلي بالك من نفسك يا بنتي. حاضر يا عمي، ربنا يخليك لي يا رب. انت الحامل يامه. سيبها يا حسن، انا عارفه ان مرات عمي مش مصدقه نفسها من الفرحه. بالراحه. ولي العهد هيشرف يا مرات عمي اللي هيقول لك يا جده ابن حسن حبيب القلب. اقول لك انا حاسه بايه؟ هاتي ايدك هاتي ايدك، حاسه ان هنا هيبقى فيه توأم ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. توم توم يا جبريه، زغرتي. ما تزغرتي يا مرات عمي. مش مصدقه من الفرحه. مبروك يا حبيبي يا عمي، ربنا يخليك لي يا رب. يا جبريه، يا مرارك الطافح يا جبريه، يا دي اللي مالوش اخر. يا نصيبتك يا جبريه يا نصيبتك. اقول ايه اقول ايه؟ معقوله؟ لا 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 لا، مش معقول. لا ده كلام ده بيه بنت كريمه من ولدي. لا الصح ده كده، يعني كريم وبنتها وولدها هيورثوني. لا لا كده كده يا جبريه كده. اقول ايه؟ هيبقى اقول بكره ولد ولدي، حصل ده انا هقتله بيدي. لا 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 لا، مش حقيقي. يا مراري الطافح يا مراري. يا بنت كريمه وطول قلبك لقطع بسناني. ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ بفكر. فكري في ايه؟ قولي لي يا زينب، هو المأمور متجوز؟ مش فاهمه السؤال يا ماما. يعني العمده وفي ايدينا، ايه المانع بقى يبقى مأمور الاسم كمان في ايدينا؟ وبكده يبقى نسيبنا الحكومه؟ ساعتها هما اللي هيجروا يدوروا على ورثنا، وانا امد ايدي في صدر عبد الحكيم وانزع قلبه بايديا، ويبقى يوريني بقى مين اللي هيدفع ديته. فهمتي؟ فهمت.
قولي ايه حكاية الشركة دي؟ هساعدك، اسمع اللي بقول لك عليه بعدين كشر. انا وانت واحد، وانا وانت مالنا واحد، وانا عندي مال وارض، خد اللي انت عايزه، وانا كل ما انت تكبر انا هبقى سعيدة ومبسوطة، بس يدي في يدك. طب اشرب عصير اللي ما اعرفش نوعه دي ايه، متزين بالتفاحة. ما تأخرتش ولا حاجة، أنا واصلة من بدري، بس عديت على الفندق قعدت شوية، وبعدين كان عندي نمرة خلصتها وجي. عملتي إيه؟ في إيه؟ مالك؟ أنا حاسة زي ما يكون لابسك عفريت. قولي لي بس عملتي إيه؟ عملت اللي اتفقنا عليه. إيه؟ قلتي له إنك حامل؟ أنت عبيطة؟ أقول له إزاي إن أنا حامل؟ لا يا أختي، أنا كان لازم أفرش الأول، وبعدين أنا لو كنت قلت له إن أنا حامل منك كده على طول، كان زمانه دفني في المكان اللي أنا قاعدة فيه. أمال ناوية على إيه؟ بصي بقى، انت هتكلمي فريده دي اللي انت قلتي عليها. هقول لها ايه؟ هتقول لها انك سقطتي، وان انت مش هتروحي البلد تاني، وان انت لقيتي ناس قرايبك هنا وهتقعدي عندهم. وبعدين وانا هقول لعبد الحكيم ان انا حامل منه. خايفه لو حد كشف الحكايه دي مش هتعدي على خير ابدا. وهيكتشفوها ازاي؟ الحكايه دي محدش يعرفها غير انا وانت وبس. طب وانا هعمل ايه؟ هفضل قاعده هنا؟ هتفضلي قاعده هنا. وايه يعني؟ ايه المشكله؟ طب وحسن؟ يا دي النيله على حسن وسنين حسن. الواد ده زبال، ما يهموش غير نفسه وبس. وانت بقى يا مفيده مالكيش اي سعر عندهم. وهو مروان بعت اللي يخلص منك، عايزه دليل ايه تاني؟ عندك حق. بالواد ده انا هعرف اخش بيت عبد الحكيم، واعرف اخد منه فلوس زي ما انا عايزه. وانت كمان هتضمني ان ابنك يتربى في خيره، مش هو ده اللي يستحقه؟ وانا معاكي يا ندى في كل اللي تقوليه. جدع. يا شمس مالك؟ أبوي ماله؟ لما عرف إن حبلة ما عملش معايا زي ما عمل مع ريتال، راح لها لحد الأوضة وباس راسها وخدها في حضنه. ولد أخوي أحسن مني، وولد شمس ملوش عوزة. لا لا لا، ما تقوليش كده يا شمس. لا أقول اللي أنت ما واخدش بالك منه. عارف ده معناته إيه؟ معناته إن إحنا ولا لينا لازمة. أنا كنت فاكرة الدنيا مش هتساع أبويا من الفرحة لما يعرف إني حبلة. يا بت يا خايبة، ده ابن ابنه اللي هيشيل اسمه، الوريس لازم يفرح بيه. وده ولد بته، ولا أنا غلطانة؟ شمس شيلي الأفكار دي من دماغك وما تشغليش بالك. لا ده أنا لازم أشغل بالي مليون مرة، وإنت كمان لازم تشغل بالك، لأن اللي جاي لا على البال ولا على الخاطر. وإنت هتقلقينا ليه بس؟ أقول لك أنا هتصرف، هحلها. أنا مش هسيب الدنيا تمشي كده وأنا واقفة أتفرج. كده ده يا ريتالة بنت كريمة خدت عقل أبوي كده مرة واحدة. شفت أبوي عمل إيه؟ عشان تبقى تصدقني بعد كده. أيوة صح، أنت صح. طب أنا ليه عندك طلب بقى؟ إيه هو؟ عايزة أروح أشوف أمي. تتجننتي؟ أنت عايزة أبويا يقلب علينا؟
مش كفايه اللي عملته اختك زينب؟ في ايه حسن؟ عايزه اقول لها ان انا حامل. لا لا ليه؟ اخاف. تخاف من امنا؟ امك لا بتحبنا ولا بتحب ابويا ولا بتقبلني بعد اللي حصل. اكيد لو عرفت يمكن تسقطك. تسقطني انا يا حسن؟ دمي. انت شكلك ما تعرفش امي كويس قوي. مش يمكن لما اقول لها ان انا حامل الامور تتحل وكل حاجه تروح لحالها؟ برضه لا صعب. انا بصراحه قلبي مش جايبني يا حسن. مش انا قبل كده قلت لك على اللي هيحصل وحصل يعني، وقلت لك كمان ان ابوك قلبه هيلين ولان. صدقني ما تخافش. طب خليها للصبح. وليه مش دلوقتي؟ مش هينفع. ايه بس اللي هيخليه ما ينفعش؟ هيسالني رايح فين. يا سيدي قول له اي حاجه. قول له مبسوطين نازلين نشم هوا اي حاجه. يلا يلا بقى يا حسن قوم. ما قلت حاضر. الله نعم. ايه اللي جابك؟ تعالي ماما عايزاكي. اوعي. طيب خير في ايه؟ هقولك لما نقعد. نعم. انا حامل. حامل؟ ايوه حامل. عبد الحكيم اول ما عرف اتجنن، كان هيموت من الفرحه. طلع لي لحد الاوضه وبص على راسي وقال لي اللي تأمري بيه اللي انت عايزاه، كل اللي في البيت ده تحت امرك. خير وبركه يا برنسيس. ما شفتيش بقى جبريل عينيها كانت بتطق شرار؟ والله العظيم يا كريم اعلم بخيلها تركب. طب وانت ناويه تعملي ايه؟ هعمل ايه في ايه؟ انا اللي في دماغي هنفذه وهمشي بيه. اوعي يا بنت تكوني فاكره حته البتاع اللي في بطنك ده هينسيني اللي عمله فيا عبد الحكيم واللي عملته جبريه. تبقي غبيه وغلطانه لو فكرتي للحظه تنسي اللي احنا جايين عشانه. انا بايديا هسقطك يا ريتال. مش ده اللي في دماغي يا ماما. امال ايه اللي في دماغك يا اختي؟ بعد ما عرفت ان جبريه هي اللي قتلت ابويا لازم اخليها تسيب في التراب تقول حقي برقبتي. بس انا دلوقتي بسالك انت يا كريم، انت هتعملي ايه؟ اللي في دماغي هو في دماغي. جبريه وعبد الحكيم فاكرين ان انا هكش واجيب ورا، انما لا، ده بعيد عن شنبهم هما الاتنين. وبعدين؟ اسمعي بقى، انت تروحي لعبد الحكيم وتعملي شويه الحركات بتوعك دول، نزلي لك دمعتين كده وتقولي له يا عمي بعد الكلام الحلو اللي انا سمعت منك ده حسستني اني انا ابويا ما ماتش. ودايما تفكريه باللي في بطنك عشان يحس ان الدنيا تحت رجليه. حصل. وحياتك عارفه ان انت تعملي كده. فوزيه كانت بكتبها بكره بالهنا والشيف. ماشي يا كريمه ارضي عني انت بس. اوعيدك. خلاص بقى يا كريم. بقول لك ايه، خدي المفيد. عايزاكي تخرجي من هنا معيطه وتقولي لهم وتفهميهم ان انا طردتك من البيت وقلت لك مش عايزه رجلك تيجي هنا تاني. طبعا تعرفي تعملي كده. تربيتك. انا همشي بقى عشان حسن مستنين. الله في سماه. الله في سماه. لو نسيت اللحظه اللي حصل لنا ده اخرتك هكون على ايدي. سامعاني؟ تكلم. مش عارفة أعيط ولا أضحك ولا أفرح ولا أحزن. مش عارفة والله ما عارفة. تقومي بالسلامة يا ريتال. الفطير طالع إيه؟ عسل. يا رب الأمور تمشي على خير يا رب. يا أختي هتمشي وإن شاء الله إن شاء الله ليلتك
مش هتبقى بيضة، ده هتبقى حمرة. صح فرحانة لي يا جبرية؟ والله من قلب فوزي، ده أنا الود ودي كنت عملت الفرح 7 ليالي ورقصت لك كمان، وأخوكي كان قتلني. بعد الشر عليك، ما أنت زي أختي برضك يا جبرية. والله صح، أختي حبيبتي أنت. يا أبويا بيقول لي اذبح إيديك رومي. واحد هو ماله بخيلك ده؟ احنا عندنا كم فوزيه يعني، اذبحي التنين اقول لك 3 يا بيت. حاضر يا ام، مبروك يا عمتي. الله يبارك فيك. مبروك. بقول لك ايه يا شمس، اطلع للسنيوره قولي لها تفز وتنزل تساعدنا، عيب كده ولا هي هتفضل راكده يعني في السرير تبيض وتفجس؟ حاضر يا ام. جبريه أنا صراحة لسه خايفة وقلقانة. يا بنت ما تخافيش يا بنت، سيبيها على الله، هتبقى ليلة زي الفل. أنت بس طول ما أنت قاعدة خمسي كده وكبري عشان حدش يطل عليكي طلة ينفخ في وشك نفخة. أمال إيه؟ قولي يا رب بس. يا رب يا رب. يا رب إن شاء الله. والبت بيضة بيضة بيضة، البت بيضة وأنا أعمل إيه؟ البت بيضة وأنا أعمل إيه؟